فإن التدبر وهو التفهم يوقفك أيها المسلم على ما تضمنه هذا القرآن من وعد ووعيد وذكر الجنة وما أعده الله لأهلها وذكر النار وما أعده الله لأهلها. أعوذ بالله من الرياء، أعوذ بالله من الرياء. فتعلم مآلك أيها المسلم من أي فريقين أنت، من فريق السعادة التي لا شقاوة بعدها، أو من فريق الشقاوة التي لا سعادة بعدها، لا سعادة بعدها، فتعد العدة. فكيف يحصل هذا من صنيعكم يا عباد الله؟ اتقوا الله في المسلمين، واتقوا الله في أنفسكم، حاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبكم الله، فيوقفكم لأنتم وهؤلاء الذين أخذوا عنكم ولم تنصحوا لهم للخصومة. فيا ويل من خصم، ويا ويل من فلج أمام الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن التدبر هو الذي يورث العمل ويكسب العمل بهذا الكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، حتى يلقى المسلم ربه سليما معافى. فيا أسعدها، ويا أعظمها، ويا شقاوة من حرمها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.